عارف اتعامل معاهم. هناك في اسوء خير وجوه الشارع يعزاني كتير. هو مفيش يعني الشارع تعب ومرمطه، بس انا شايف ان رحمه يعني. انت بقالك قد ايه بره البيت؟ انا سبت البيت مرتين. اول مره نفسه ودتني بابويا قعد انتظم معايا يعني فتره كده شويه، بعد كده رجع بقى يعمل لي معامله زي الاول وضربه وهنا، فخدت وعده مش كنت مش هرجع تاني. طيب يعني بتبات هنا على طول بقالك قد ايه؟ داخل كده في الحته دي انا كده داخل في شويه. طب وقبلها؟ قبلها كنت قاعد بره قناه الدول بلف لما اوصل كلمه مشوار بلم في كنز اروح ابيع واجي اروح قاعد نفس القعده في الجيم نرسم برضه. في بقى الحاجات اللي انا كنت بشوفها بتتشرب، في ناس بتيجي تاخد مني حاجات تلاقيها عجبتها وبتبيعها تاني فبديها لها. طب ما فيش حد قرر يساعدك قبل كده مثلا بان هو يوفر لك مكان تعرض فيه دوت او تعمل اي حاجه تشتغل بيها؟ هم في ثلاثه وعدوني بس انا لغايه دلوقتي ما شفتش منهم واحد. في واحد بس حاليا كان معايا امبارح اسمه استاذ محمد، كان معاه استاذه تانيه بس هم قالوا لي احنا هنشوف لك شغلانه وهنبقى نجي لك. سالونا على التليفون قلت لهم ماشي هكلمني رقم. يعني انت عايش في الشارع بقالك قد ايه؟ سنتين. وقادر تتأقلم على العيشة في الشارع؟ ما انا قلت لحضرتك في البيت ما بقاش واخد راحتي زي ما انا في الشارع، في البيت في زعيم وشتيم وإهانة، لكن هنا الناس بتضحك في وشك. يعني بعد احترام حضرتك في المحل دوت يعني مش مهتمين لا واحد بلا معرفين. ما بقيتش مكانك، ده مش مكانك، مفيش شعب معاهم لو بيجيبوا افطار ولا حاجة بيفطروا لك بيفطروا معاهم. كده. طب انت في حاجه عايز تطلبها مثلا او والله العظيم انا معيش حاجه ربنا يسترها عليك والله زي ما انا كده ولا عايز حد ولا حد يزيني ولا حد يتعرض لي اي حاجه بس زي ما انت عارف شفتيني قاعد بس ومش دعوه. ما نفسكش مثلا في شغل او مكان تعرض فيه رسوماتك دي او حتى مكان تبات فيه؟ بطاقه هي البطاقه عملتها اشتغلت. انت ما معكش بطاقه؟ لا البطاقه ده يعني بس انا عشان رحت اعملها قبل كده من فتره قالوا لي لازم يكون معاك دور انا مش عايز استريح من ده. انت مالكش اخوات حتى يضمنوك وكده؟ لا ليا بس انا اكبر. شكرا جدا. ورينا بقى الرسومات بتاعتك. انا اسف.